بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan pelajaran tahsinul Quran masih di surat Al-Mumtahanah. Kita masuk ayat berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ya ayuhan nabi, ini banyaknya mad jaiz 4, kemudian ada nun tasydid didengungkan. Ini mad wajib panjangnya 6. Ini mad jaiz panjangnya 4. Allah, ini idgham bila gunnah, nun sukun ketemu lam, masuk ke lam tanpa dengung. Allah yushrik nabilah, lafzul jalalah dibaca tipis. Syai'an tanwin ketemu waw itu kom biguna dengungkan syai'aw wala yasrikuna kofnya kol-kolah rikuna, ini langsung nyambung nun-nunnya ini karena pendek disambung semua. Yasrikuna wala yaznina wala yakutulna aw, ini kol-kolah yakutulna aw ladahunna, nun tadi didengungkan. I tanwin ketemu ya itu kom bi gunnah dengungkan. Ni yaftari nundasi didengungkan, rohnya tebalkan. Wa ar julihinna nundasi didengungkan. Ni ikhwa tanwin ketemu fa disamarkan tanwinnya. Ma'rufin fabayi' fabayi'hunna nundasi didengungkan. Wastau, rohnya tebal. Taufir, rohnya tipis. Taufir lahun didengungkan. Nallah, lafzul jalalah dibaca tebal tanpa waqaf, boleh berhenti. Innallah, lafzul jalalah tebal, nun tasydid didengungkan. Ghafurur rahim, tanwin ketemu roh idgham bila gunnah, masuk ke rohnya tanpa dengung. Ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil qubur. Ya ayyuhalladzina, ini panjangnya 4 majais. Qauman, ini tanwin ketemu dengan wain idgham izhar, tanwinnya dibaca jelas. Qauman ghadiballah, lafzul jalalah tebal. Qad yaisu, dalnya qalqalah. Kemudian min ashab, nun sukun ketemu hamzah izhar, jelas nunnya. Min ashabil kubur. Nah, barakallahu fikum. Kita baca dari awal sampai akhir.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم
أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاء يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. نعم يا لولا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.